عطيني الرقم التليفون. 0691 86 65 52. إذا تحية طيبة متتبعي قناة شوف تيفي فيما كنت، كنتواجد معكم دائما مباشرة من مدينة الدار البيضاء وبالضبط منطقة الولفة. اليوم معانا هاد السيدة اللي كتشتغل بدراعها ما شاء الله، كيف كنقولوا مرأة وقادة، كتشتغل غارديانة ديال هاد الحومة. يعني حنا غناخدوك بعين الاعتبار لالا، كأنك يعني كتشتغلي بدراعك ياك لالا. واخا غتعاودي لينا لالا، واش ما كتلقايش مضايقات؟ يعني كنشوفوا امراه تبارك الله خدامه بدراعك كتخدمي، كنلقى حتى شي حاجه خدامه على خير وبخير. رفعي صوتك لالا. الحمد لله خدامه هاد الساعه، كندير غارديانه، كنغاردي بالليل حتى لوحده الليل، ومربي واحد البنيه كنمشي انا وياها كتبقى معايا حتى لوحده الليل، وحتى واحد ما كيهضر معايا كلشي تيحترمني. دابا بغيتكم تعاونوني ندير الماء والضو، جاني غالي وما عنديش باش غنخلصو. مره كنصور 20 درهم، مره 300 ريال، كل نهار ونهارو. انا بغيت خوتي تعاونوني باش تخلص على الماء والضو، عندي 120 الف ريال اللي جاتني ديال الماء والضو. 320 الف ريال. كتسكني مع عائلتك؟ انا ما كنسكنش مع عائلتي، عندي عضل الورثه باركه في ما عطينا خويا بيسو كوزينه باركه فيها. دابا الضو عندي في سميت الوالد ماشي في سميتي انا، دابا خفت يدو لي المكانه وما لقاش باش نردها. صافي هادشي اللي بغيتي. واخا لالا، شنو الاسم كريم؟ انت بحريه. بحريه اسم جميل تبارك الله. ياك بحريه اختي، عمرك ما تزوجتي؟ لا ما عمري ما تزوجت. مربيه بنيه. كتونسك؟ كادي. واخا عاودي لينا كيفاش كتشتغلي يوميا تبارك الله؟ يعني انت غارديان على الطوموبيلات السيارات. كيفاش كتشتغلي؟ كيفاش يتعاملوا معك الناس وانت مرا؟ كيتعاملوا معايا بالنسبة بالحنان وبالوقت ديالو كما كيدابا. انا كنهار ما تنكونش كيبقاو يسولوا عليا فين مشات ديك المراه، فين مشات ديك المراه، كلشي كيبغيني. علاش هذاك الشيء عامل مساعده وداك الشيء؟ ولفوك؟ واش غندير اختي؟ الا ما جيت نخدم ما كاينش غير جويتا خبزه المحال. من طبيعه الحال. ما كاينش. من ناحيه من القوت وداك الشيء راه كندير بانو باش نديرو، وين الوقت هو راه غلبتنا واحد شويه مع كورونا اختي. غتغلبنا واحد شويه. شحال كتصور هي في النهار؟ مره 300 مره 400 مره النهار ديالي. 20 درهم 15 درهم في النهار. في النهار وكنخدم السبت والحد بواحد الزنقه كنصور مره 500 مره 600 على حسب الوجود ديال الناس وصافي. اما الواحد شحال كيعطي؟ درهم جوج دراهم كيفوتوهاش ليا كاع. كاين اللي كيهرب؟ ضروري، شحال من واحد كيهرب. كنلقى الخير في سميتو ما كنلقاش في شي واحد اخر. كتلقاي الخير في الناس اللي كيعرفوك. واللي كيعرفوني، اللي ما كيعرفونيش ما كي ديروا معايا حتى شي حاجه. واخا لالا بحريه، شحال من عام وانت خدامه غارديانه؟ دابا شي 7 سنين بعد. ولفتيها؟ اش غندير اختي؟ واخا تحكي لينا على هذه المهنه الجميله، هي راه مهنه جميله، مهنه شريفه بحد ذاتها. تحكي لينا عليها. واختي جابت الظروف، خرجت اللهم نكاردي ولا نمشي ندير شي حاجه خايبه، ولا كنقول اللهم نكاردي نجيب درهم الحلال لبنيتي وندخل حدا وصافي. انا بغيت نخدم وما لقيتش الخدمه، وعلى قبل بنتي بنت المخزن ما نقدرش نخليها بوحدها، وهنا عندنا الدرب خايب، عندنا الدرب خايب ما نقدرش نخليها ونمشي شي بلاصه، ديما معايا ما كنفوتهاش، هي نفس المشكل ما كتفوتنيش. دابا كتبقى معايا في الزنقه مسكينه حتى لواحد الدرجه كتقرا. مسكينه كتقرا؟ كتقرا. دابا مالك ماما؟ مالك؟ كنشوفها مسكينه كتبكي. كتأثر انا وياها بزاف. علاش تحكرتي؟ كتعيرني بها بزاف، كتقول لها سيرك على قيطا، سيرك فاعله، سيرك تاركه. شكون اللي كيقلل منها؟ واحد خيتي دابا جبت لها البوليس، دابا بعدت مني، دابا شهر ما دخلتش ليا المدرسه، يلا دخلتها نهار الاثنين، ما دخلتش المدرسه، غير كتشوفها كترجع ليا للدار. عند الام ديالها؟ كتعرف الام 3 سنين قلت لها الحقيقه، عيرتني بها الجاره قالت لي سيري كمغبيه لا قيطه. صافي جيت عندها 3 سنين نعس حدا وهنا نقول لها شكون بنيتي انا راه مغبياك،
امك هي خديجه صافي الدريه تعاود دابا الدريه كتمشي عند امها وكلشي ما كنحبسهاش من امها كنقول لها سيري عند امي مسكر الناس انا راني عمرك فيك اش نهار نموت كتعرفي امي مسكر بصح الناس شحال في عمرك اختي بحريه زيد 69 هي 51 عام 61 زيد 61 69 ما شاء الله واخا من النهار اللي عقلتي على راسك وانت غارديانا دابا 7 سنين باش كنت كنقعد كنت خدامه في شركه من مرضك هي الوالده ما بقاش كنخدم كانت تعاونوا معايا الناس في ليكول وصافي سميتو سامي مسكين الله يرحمها كيفاش طاحت عليك الفكره انك تكوني غارديانا كيفاش طاحت عليك الفكره انك تكوني غارديانا جابتني مراه قالت لي غارديانا كيري شافتني ملي جيت كاردي في الفرماسي وجيت بقيت بركب وجيت بقيت دابا وليت خدامه في الفرماسي 5 7 سنين وانا خدامه معاها والمدخول ديالك يقدر يوفر لك المصروف ليك انت ولبنتك اللي مربياها الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله شي عاد درهم حلال احسن من مازال صغيره تبارك الله مازال تزوجي لا ما باغاش نمشي واش الامنيه ديالي كنت كنطلبها ما جابش الله كنت كنعس وكنقول يا ربي ما جبتيش شي ولد ناجب يا بني يا ربي ثم سبحانه وتعالى ما حرمنيش منك الناس هنا كيدعيو معاك كلشي الجيران عزيز عليا بالتوفيق الناس ما كيعرفوكش هنا وكيدعيو معاك لالا كيقولوا للناس بزاف كيقول لك عندك خير كبير ملي مربي هذيك البنيه وقال لها الحقيقه ما خسرت حتى حاجه هي تعاود حتى حاجه ما كنكبرها فنخلي انا راسي وكناخذ لها هي اللي بغات كناخذ ما تبكيش لالا لالا بحريه دموعك غاليين دموعك غاليين لالا بحريه الناس كيعرفوني انا في الدرب سول عليا وقال لك الانسان الله يعمرك شنو كتمني لالا شنو كتمني انا مخشي عاونونا في الماء والضو صافي داكشي اللي كنتمنى على الماء والضو 120000 ريال خلصت النص ملي كان كورونا كنت كنبيع عجبتني المراه هنا اللي كنت كنبيع الميكا وكنبيع الملحه والكارو والله خاونا باش خلصت النص ديال الماء والضو بقى لي دابا مرتاحه لالا في هذه الخدمه مرتاحه الحمد لله الحمد لله الحمد لله كنتمنوا لك التوفيق ان شاء الله كنتمنوا لكل الخير ان شاء الله كنتمنوا من الناس يبارطاجوا هذا الفيديو كنتمنوا من الناس يعاونوك يعني اصحاب القلوب الرحيمه فمشاهدينا كيتسالها الماء والضو 6000 درهم تقريبا الله يجازيكم بخير اللي عنده الاستطاعه الماديه يعاون بحريه بحريه مديومه بحريه كتحس بالحقره كنتمنوا لكل الخير لالا شنو ممكن تقولي في حق المراه في حق المراه المغربيه في عيد المراه شنو ممكن تقولي على المرأة المغربية كيفاش كتشوفيها؟ طموحة مرأة أي حاجة كديرها المرأة أي حاجة كديرها المرأة تتبع الخضرة كدير بزاف الحوايج المرأة أنا كنفتخر بالمرأة اللي كتكون خدامة كنفتخر بها بزاف المرأة ما خصهاش تحقر لا كاين اللي تيحقر المرأة شكون اللي كيحقرها؟ ها؟ شكون اللي كيحقرها؟ ما عندهمش طامير هما اللي كيحقروا المرأة اللي ما عندهمش الطامير هما اللي كيحقروا المراه انت كتشوفي راسك محقوره اه انت كتشوفي راسك تنتحقر على قبل بنتي على قبل بنتي على قبل بنتي انا نسى واحد مستحقرني على قبل بنتي ما كيلقاوش باش يدوزوا لي انا كيدوزوا على بنتي كاين شي واحد اللي يقدر يحقر على لالا شنو تبغي تقولي لهاد الناس اللي كيحقروا لك بنتك ويحقروك انت انا ما نسمحش لهم انا يبعدوا لي علم من بنتي ان علاش ما تقدوش عليا فين كنمشيو عيد البنت انا الدريه تمنيت وربي عطاها ليا مكافحه معها باي وجه كان حنا نتمنوا ليها كنتمنوا ما تخرجش من المدرسه لالا لا كتقضي سير المدرسه ديش دروس كتقرا شحال في عمرها عندها 9 سنين 9 سنين اذا كنتمنى له التوفيق كنتمنى لك انت كذلك التوفيق لالا كنتمنى من المشاهدين انكم تبارطاجيو هذا الفيديو بحريه اليوم محتاجه 6000 درهم باش تخلص الموضوع يعني الناس يقدروا يجوا عندك لالا يجوا مرحبا بهم يجوا عندك ويشوفوا الوريقات ديالك ويشوفوا فين ساكنه ويشوفوا اذا كنتمنى كذلك تحاولوا تواصلوا معها مشاهدينا في الرقم 0691 86 65 52 نعاود الرقم ديال هذه السيده هو 0691 86 65 52 نعاود نذكروا بالمشكل اللي عندها
كتمنى انه شي محسن يخلص ليها المصاريف ديال الموضوع اللي وصلت ل 6000 درهم تقريبا. فكنتمنى من الناس يعني من كل المشاهدين ما تبخلوش على اختنا بحريه، كنتمنى لك لالا المزيد من التوفيق، كنتمنى لبنيتك حتى هي المزيد من التوفيق. ما كاينش شي حد اللي يقدر يحقرك لالا مادام كنتي درتي واحد الخير كبير، فالله هو اللي غادي يجازيك. الحمد لله الحمد لله والشكر. شنو الكلمه الاخيره لالا؟ وانا كنطلب خوتي المحسنين خلصوا لي عيد الموضه، والله يرحم لي من الوالدين اللي دار شي حاجه، الله يرحم ليه الوالدين، والله يثبت لي الاجر عند الله. هادشي اللي غنقول اختي.